السلام عليكم ورحمة الله. خويا ولا اختي، واش بصح فيك الخلعة؟ واش بصح شدك الخلعة؟ مناش خايف؟ بالله عليك مناش خايف؟ واش خايف من كورونا؟ وزعما انت مسلم صاحبي، ما تكونش ضعيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل لو اجتمعت الانس والجن على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت الانس والجن على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله له. رفعت الاقلام وجفت الصحف. اذا انت خويا ولا اختي علاش بتخاف؟ اي حاجه بتصيبك مقدره لك الله عز وجل. وابشر حبيبي، اليوم جئتك بالوقايه النبويه. النبي صلى الله عليه وسلم خبرنا بواحد الوقايه خصنا نديروها باش ما نتصابوش بعد كورونا هذا ان شاء الله عز وجل. اسمع ماذا قال الحبيب عليه الصلاه والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء ثلاث مرات، اسمع، لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. ومن قالها ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح. إذا فقتي الصباح وتصلي الصبح ديالك في الوقت ديالك بتقول هذا الذكر هذا الدعاء: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وأنت موقن أن الله عز وجل سيحفظك بإذنه سبحانه وتعالى. علموا هذا الذكر، علموا هذا الدعاء لأولادكم، لعمامكم، أخوالكم، أقربائكم، أصحابكم، لوالديكم، بشروا هذا الخير. ووجب إخواني علينا وكما ذكرنا الوقاية والعلاج بإذن الله تعالى أن نذكر أسباب هذا البلاء، فقد قال الله عز وجل في كتابه الحكيم: فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أحبابي في الله، والله ما أوصلنا إلى هذا الحال إلا ذنوبنا وسيئاتنا، كثرت الفواحش. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفواحش في قوم قط حتى يعلموا بها، اسمع، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن قد مضت في أسلافهم الذين مضوا. وفي حديث زينب رضي الله تعالى عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك يا رسول الله؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إن كثر الخبث. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله، وبركة من الزينة وبركة من الفواحش، ورجعوا الله عز وجل، وإن شاء الله عز وجل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأهلنا ووالدينا وأمتنا من الأمراض والأوجاع والأسقام، وأن يحفظ بلادنا بإذنه سبحانه وتعالى من هذا المرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بجاه خير البشر.